اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك. من اسبوع او 10 ايام كتبت على البيج بتاعتنا ايجيبشن فيتنس بيج على الفيسبوك ان الواي بروتين ايزوليت بتاع شركه ان زد ام بي وصل مصر وعن طريق وكيل رسمي معتمد. ابتدت الناس تبعت لنا تقول لنا طب انت ايه رايك يا دكتور لما تيجي تقارنه بالمنتجات اللي الواحد بيستوردها وبيشتريها زي الايزو 100 بتاع شركه دايماتايز او الجولد ستاندرد بتاع اوبتيم نيوتريشن او الهايدرو بيلدر بتاع اوبتيم نيوتريشن او الكومبات بتاع شركه ماسل فارم. النهارده انا هتكلم عن المنتج ده وهنقارنه بالمنتجات اللي هي الناس بتجيبها من بره او بتستوردها او بيتم بيعها هنا في محلات المكملات الغذائيه، وهديكوا بعض النصايح وايه اللي هيخليني اختار اني منتج ولماذا. اول حاجه لما تيجي تستلم الشكاره بتاعت الواي بروتين ايزوليت بتاع شركه ان زد ام بي لازم انك انت تقسم كل الامينو اسيدز على 3 علشان النسب اللي موجوده دي موجوده لكل 100 جرام. المعيار اللي انت بتاخده هيبقى تقريبا 33 او 32 جرام في نفس المقاس بتاع المعيار بتاع الجولد ستاندرد بتاع اوبتيم نيوتريشن. ولكن لما تيجي تقارن بقى الامينو اسيد بروفايل بتاع الواي بروتين ايزوليت بالمنتجات التانية هتلاقي ان هو متفوق عليها في كل الحاجات. يعني مثلا الجلوتامين اللي موجود في الواي بروتين ايزوليت ده 6 جرام او اكتر، وده تقريبا زي الهايدرو بيلدر او يفوق الهايدرو بيلدر بتاع اوبتيم نيوتريشن. اليوسين 2.7 جرام، بينما هو في الواي بروتين ايزوليت داخل تقريبا على 4 جرام. وهكذا هتقعد تحسب كل الحاجات دي هتلاقي ان الواي بروتين ايزوليت بتاع ان زد ام بي الامينو اسيدز اللي فيه اكتر بكتير. طيب بالنسبه بقى للكاربز النشويات والدهون هتلاقي انها تكاد تكون منعدمه. يعني لما يقول لك 1 ولا 2 جرام في كل 100 جرام يبقى انت لما تقسم على 3 انت تقريبا عندك منتج فات فري وكارب فري، واللاكتوز فيه قليل جدا بالنسبه للناس اللي عندها حساسيه. طيب كده يبقى احنا بينا للناس ان الواي بروتين ايزوليت ده احسن من المنتجات اللي انت بتشتريها او بيتم استيرادها. طيب امال فين المشكلة يا دكتور؟ المشكلة ان ده واي بروتين بدون اي اضافات، يعني الطعم بتاعه نيوترال، ما هوش شوكولاتة، ما هوش موز، ما هوش اي حاجة من الاطعمة اللي بتنزل بيه. مفيش فيه كرياتين زي الحاجات زي النايتروتاك مثلا بيتحط عليه كرياتين، بس دي كلها حاجات احنا ممكن نتغلب عليها. طيب ايه تاني عندنا من الشركة دي؟ برضو عندنا منتج الواي بروتين كونسنتريت، بس انا كنصيحة شخصية مني وحتى لو في فرق في السعر اختار الواي بروتين ايزوليت، عشان الواي بروتين ايزوليت نسبة اللاكتوز فيه قليلة جدا، فالناس اللي عندها مشكلة من منتجات الالبان ممكن تتعب لو خدت الكونسنتريت. الدهون طبعا فيه اعلى، الكاربز في اعلى، اما الامينو اسيدز فاللي موجوده في الكونسنتريت هي نفسها تقريبا الموجوده في الايزوليت. ادفع اكتر وتعالى على نفسك وهات الواي بروتين ايزوليت احسن ومش هتندم على الموضوع ده. طيب اخيرا وليس اخيرا ان شاء الله انا الاسبوع الجاي هشتري الشكاره بتاعتي ال 20 كيلو الواي بروتين ايزوليت وهجربها وهبين لكم الوصفات اللي تخليك تستخدم الواي بروتين ايزوليت كميل ريبليسمنت يعني كبديل للوجبه، كبوست ورك اوت سبلمنت، او لو انت عايز تستخدمه للبالكينج يعني لزياده الوزن. يعني اذا كان هتستخدمه بديل للوجبه تستخدمه بعد التمرين وهتستخدمه لعلاج النحافه. ازاي تقدر من الشكاره دي وباي بايه الحاجات اللي انت هتضيفها على المنتج ده علشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها؟ ده اللي هنناقشه في الحلقة الجاية إن شاء الله. أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم وأشوفكم قريب في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدكتور.